هو في الحقيقة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النصوص جاهزة كنت نقول كي جينا راه نلقاو معناتها نص قانوني جاهز حلنا نصوص التطبيقية على مجلس وزاري تم إثارة العديد من الملاحظات كان يجب أخذ بعين الاعتبار والنصوص اليوم جاهزة وإن شاء الله تم تداولها في مناسبة أولى في مجلس وزاري كما قلت وتم تأجيلها البتفاع لأنه ما كانش عليها إجماع لذلك هذه قمنا بتداركه عملنا المجهود المطلوب والنصوص اليوم أصبحت جاهزة وستم تداولها بخصوص البنك التونسي للتضامن كما تعرفوا هي المنحة اللي تتعطى من وزارة التشغيل البنك التونسي للتضامن هي تقريبا 80 مليون دينار في السنة و80 مليون دينار هذه في السنة هي موجهة لتمويل المشاريع اللي بعثوها الشباب شنية الاختلاف بين بنك تونسي التضامن وبنوك الأخرى البنك التونسي التضامن وقت اللي يوفر هذه التمويلات ما يطلبش ضمانات من عند الشباب ضمانة هي مشروع الشاب وشهادة الشاب اللي هي سواء تكون شهادة في التكوين المهني أو شهادة جامعية ثم كذلك فما لي كونديسيون معناتها دو بري اللي هي تكون فما نسبة فائض معناتها تكون قليلة جدا بارابور للنسبة المتعامل بها في السوق نحن اليوم جينا شفنا الأرقام تاع البنك التونسي للتضامن وقلنا علاش عندنا حج عدد هذا من الملفات المرفوضة فنلقاو انه الشباب عادة وقت يقدم الملف نتاعو ويترفض ما يعرفش علاش الملف نتاعو ترفض فشنو قلنا طلبنا من البنك التونسي للتضامن من جهة انه وقت اللي يتم لاجورنمون دون دوموند دو فينانسمون يفسروا للشاب علاش ملفه ما تقبلش تو دو رونتابيليتي ولا في البزنس بلان شنو هي اللي خلى الملف نتاعو ما يتقبلش وقمنا بالتنسيق بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اللي هي تعمل في المرافقة في مكاتب التشغيل على 120 مكتب تشغيل و40 فضاء مبادرة في كامل تراب الجمهورية وهي اللي ترافق الشباب باش يعملوا دراسة جدوى متاع المشاريع متاعهم فيلزم البنك التونسي للتضامن والوكالة يعتمدوا نفس الأرقام اللي هذا ما كانش معمول به قبل وبالتالي صار التنسيق هذاك واليوم قاعدين نحسنوا في المرافقة لكن شنو قلت آخر قلت راه الشاب من جهة يعمل المشروع نتاعو يلقى صعوبات في التمويل هذاك علاش قاعدين نحسنوا في الخدمات نتاع البنك التونسي للتضامن لكن من جهه اخرى بعد ما يعمل المشروع نتاعو يتعرض لصعوبات لانه يفقد المرافقه جينا نشوفوا المرافقه انه يكونوا فما ناس كبار يخصوا وقتهم للشباب هذاك قبل ما الشاب يوصل للافلاس لازم وقت اللي هو يبدا عنده مشكله في الشيفر دافير نتاعو ولا مش قاعد يبيع ولا المنتوج نتاعو مش مطلوب على السوق وقتها هو حاجته بالمرافقه نلقاو لي سيرفيس بوبليك ما همش قادرين باش يقدموا تلك الخدمات اش عملنا في المرحله الاولى خدمنا مع منظمات مجتمع مدني ومع جمعيات وحتى فما شكون فيهم قاعد نعطيو فيه في تمويلات باش يوفر المرافقه للشباب لكن كذلك توا في اطار مشروع مبادرون حصلنا على تمويل من البنك الدولي ونحبوا نخلقوا شركات خاصه في مرافقه الباعثين الجدد في الاخر بالكل التمويل بتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما قلت راه في ميزانيه 2022 تم التنصيص على تخصيص 30 مليون دينار على 3 سنين 10 مليون دينار 22 كيفهم 23 كيفهم 24 هذوما باش يمشيو كان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودونك كيل كونديسيون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معناتها راه تمويلات سون انتيغري ومن غير ضمانات يعني غدوة اللي باش يعمل مشروع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اي جهه من جهات الجمهوريه باش ينجم يتحصل على هذا التمويل وتوا البي تي اس عندنا معاهم كونفونسيون قاعدين نعملوا في بلاتفورم باش نعملوا كل شيء دو مانيير ديجيتال باش الناس الكل تبدا عندها المعلومه متوفره على الانترنت ومن غير ما يتنقلوا ومن غير ما يقعدوا يتكبدوا في عناء السفر في بعض الاحيان وساعات المعلومه تكون صعيبه دونك الكونفونسيون مع البي تي اس جاهزه البلاتفورم جاهزه قريبا جدا باش نشرعوا في الدفعه الاولى نتاع 10 مليون دينار وان شاء الله نحن اوني امبيسيو على خاطر نحبوا العام الجاي نرفعوا في القيمه هذه سي اون كور دو نيغوسياسيون مع وزاره الماليه لكن ان شاء الله فما بوادر فما معناتها موافقه مبدئيه من عند السيده وزيره الماليه لتخصيص اعتمادات اضافيه على خاطر نعرفوا لو اليوم الولوج الى التمويل هو اكبر تحدي امام مبيعات الشاب والدوله باش تحمل مسؤوليتها وباش تحاول توفر حسب الامكانيات بالتاكيد لكن فما مجهود كبير قاعدين نعملوا فيه باش نوفروا مزيد من التمويل.